وقال فيه سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الخشية الكاملة. كل ما كان الإنسان أعلم بالله وبدينه صارت خشيته أكمل. فالعلماء بالله وبدينه هم أكمل الناس خشية لله، وهم الرسل وأتباعه. فكل ما كان العلم بالله أكمل كان الخشية لله أكمل. وكل مسلم يخشى الله، كل مسلم يخشى الله ويخافه، لكن الخشية تتفاوت على حسب العلم والبصيرة والخوف من الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخشية قوة الخوف من الله تبارك وتعالى بكمال عظمته وسلطانه، وهذا لا يتأتى إلا من شخص عالم بالله وأسمائه وصفاته. ولهذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي ما يخشاه الخشية التامة إلا العلماء. والمراد العلماء بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه، وليس العلماء بطبقات الأرض وأجواء السماء وعلم الفيزياء وما أشبه ذلك. لماذا نطلب العلم؟ حتى نصل إلى الخشية، لأن الخوف يكون من كل أحد، والخشية تكون من العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية ما هي؟ هي خوف، هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه، فهي أعلى من الخوف. الخوف يكون من كل أحد، والخشية تكون من العلماء. طالب علم لابد يسير على هذا الطريق، يخاف ويتدرج حتى يصل إلى الخشية. نعم.